الان تنقول بان هاد الاطباء جاو كيقولوا بانه كيطالبوا اولا بالتغطيه الصحيه، لان القانون 65.00 تنص على الزاميه التغطيه الصحيه خصها تكون اجباريه لجميع الاطباء. الان كنشوف ان الاطباء ما عندهم لا تغطيه صحيه ولا تقاعد. فين هو هذا القانون اللي كنصوتوا عليه هنا في البرلمان ولكن ملي كنجيو للتنفيذ ديالو ما كاينش؟ اليوم الطبيب كيموت وكيمشي عرضة للهلاك، وكما الحال في جميع القطاعات ديال الصحة وخاصة في القطاع الحر. إننا كنطالبوا بأن الدولة الحكومة تدخل ودير حد لهذه المسألة هذه، ودير التغطية الصحية للجميع جميع الأطباء كيف ما كانت الفئة، وخاصة أطباء القطاع الخاص.